لهم القروض اللازمة للإنتاج في بعض الشعب لازم تحظى بكل تحفيزات وبكل يعني اهتمام مؤسسات الدولة. يلتزم أننا نعمم زيسباس دو ستوكاج ونرفع من إمكانياتنا في المخزون، خاصة المخزونات الاستراتيجية. اليوم لو كان بعيد الشر كاش ما يصرى في البلاد من أزمات ولا من ندرة، أنا نأكد لكم يومين ولا ثلاثة ما نقدروش واش نلقاو ناكلوها. واش جربنا كامل هذا الشيء حنا كمواطنين بسطاء، يسوفي كو يجي العيد باش تلقى الندرة في التسويق ولا الندرة في المواد الكثيرة الاستهلاك. اليوم لازم نبنيو منظومة تاخذ بعين الاعتبار هذا الإطار اللي أسس لمخزونات استراتيجية، واللي أسس أيضا لبناء منظومة صناعية التحويلية الغذائية تكون تماشى. السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة، اليوم جبنا مكتوب هنا في لي زونغروا. في بعض الأحيان نشري كيلو بطاطا، نخرجوا نروحوا لي زونغروا وندوروا نشري كيلو نفس الضرورة جيت سيدي عاشور مع عملكم مثلا شلطها ب 400 دينار. كي تقول له منين يقول لك هذه مستوردة؟ أي عقل أنه بلاد مثل الجزائر ما زالت تستورد مادة البطاطا في صياغها يعني المحولة؟ نقدروا نبنيو اليوم وعندنا مؤهلات، وحنا نلتزم إذا وصلنا لشدة الحكم أننا نحدث هذه الثورة في المجال الزراعي والمجال الحيوان الميدان والقطاع تربية الحيوانات، لأنه عندنا من المؤهلات وعندنا من الإمكانيات واش يمكننا كمرحلة أو كخطوة أولى أننا نصل لتأسيس الاكتفاء الذاتي، ولا نوصلوا للاكتفاء الذاتي وتلبية حاجيات السوق الوطنية وتلبية حاجيات الجزائريات والجزائريين في هذا المجال. سارة بركة عن جيل أثار، سيد أوشيش تتحدثون عن تعزيز الأمن الطاقوي خاصة الطاقة المتجددة من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال، فما هي خياراتكم في هذا الإطار؟ خيارنا هما الاستثمار في الطاقة الشمسية، الاستثمار لما لا في طاقات المتجددة عبر إجراءات وعبر اقتراحات حقيقية يمكن أن تشمل الدولة باستثمارات هيكلية وكبرى، ويمكن أن تشمل أيضا المواطن باستثمارات خفيفة يمكن أن تساهم في تحسين ظروفه المعيشية وبناء منظومة طاقوية صديقة للبيئة. لأننا في طرحنا وفي رؤيتنا وفي التزاماتنا هو بناء نموذج اقتصادي جديد يتمركز حول الصداقة للبيئة، موديل ايكونوميك امي دو ليكولوجي اي دو لونفيرونمون. يجب ان تتماشى هذه التطلعات مع قدرات سواء في الجنوب ولا في قادر يساهم هو بنسب كبيرة في التصدير وفي تلبية حاجيات السوق المحلية، خاصة فيما يعني الطاقة. نحن نلتزم بأننا سوف نبني منظومة طاقوية يمكن أن تكرس أمننا الطاقوي وبصفة نهائية، لأنه عندنا من الخيارات ما يمكننا باش نوصلوا لهذا الشيء. نقدرش أنا نتقبلها أنه ما زلنا نستوردوا في يعني لديريفي دو بترول، نصدروها خام نعاود نستوردوها وبأثمان مضاعفة كبرودوي بري على كونسوماسيون. احنا عندنا من المؤهلات باش نبنيو مثلا صناعة تحويلية في هذا المجال، ونلتزم اننا سوف نشجع الاستثمار ونحفز الاستثمار
في ميدان الطاقات المتجددة، إلى حد أننا نلتزم بأنه سوف نعطي قروض بدون فوائد للعائلات أو للأشخاص اللي يقدروا يستاليو دي بانو فوتوفولتايك ولا دي بانو سولير في الديور تاعهم ولا في الإقامات نتاعهم. أنا نلتزم بأنه كل المؤسسات العمومية خاصة المتواجدة في الهضاب ولا في الجنوب وين عندنا يعني لو طو دو سوليمون يكون كبير، نلتزم باننا رايحين نعمموا لي انستالاسيون فوتو فولتايك ويكونوا مكتفيين ذاتيا فيما يخص استعمال الكهرباء والاستعمال الطاقه على مستوى هذا لي زيتابليسمون. كل الادارات العموميه يجب ان تستجيب لهذا الطموح. اولا نقضيو على لا ساتوراسيون لا سورشارج اللي راهي على الريزو ناسيونال. ثانيا نعاونوا العائلات نتاعنا باش ينقصوا من لي ديبونس في لي فاكتور تاع لينيرجي. ثالثا هذا الشيء يساعد اننا نبنيو منظومه مام عمرانيه صديقه للبيئه. لذا نظن ان هذا التوجه حنا بصفتي كمترشح هو في وسط انشغالنا ووسط برنامجنا التنموي وبرنامجنا الاقتصادي رؤية للغد. متواصلون دائما في فروم الرئاسيات ومرشح والمترشح لجبهة القوى الاشتراكية أوشيش يوسف، نواصل النقاش. ياسين محمص مس أوشيش في النطاق هو كانت تجهد بمساعة إلى قادرين تسهلات يمسفتيا النظام تدرين البنكات اللي لقى نظر شو لقى اللي توخذني وكنا يدو قبري ذاكي ذا شو تساهد تمغلين والهنوية في مسلتكي نظر الاريو يتعقل من ذكوية ندي لقى نعود أولي سيكزورا ذي النظام كي نتدرين في ذمور في النغ ذمور في النغ عندها أنا صرت أنا رس كيما اللي نعرفوا اللي دورة الخريف رح نسألوها هي تبدأ في سبتمبر مايو راهو عنا تجيفها حتى اكتوبر نوفمبر ديسمبر. فما معناها يدخل المهني إما في نوفمبر أكتوبر مؤسسة اقتصادية يتداول على تأكيد المهني فبالك علاش نشوفوا معناها نسبة الأقبال في مراكز أقل شوية حتى معناها الاختصاص اللي Thank you.
الدوليه. هناك الكثير من القطاعات التي يمكن لنا نعتمد عليها في سياستنا لكوميرس اكستيريور، يعني تجارتنا الخارجيه، ونخرج من هذه العقليه التي اسست لتصدير المنتجات التي نحولها، وفي معظم الاحيان هي منتجات بصفه او باخرى مموله ومدعمه من طرف الدوله. اذا بطبيعه الحال احنا طعنوا في اهدافنا السياديه المتمثله في انه سياسه الدعم الاجتماعي هي تصب فقط للتكفل بالطبقات الهشه ولا بالمحتاجين. هناك الكثير من القطاعات التي يمكن ان تكون محور تجارتنا الخارجيه، يجب ان ننهض بها لكي نصبوا لترقيه الصادرات في هذا المجال. نتكلم على الصناعات البتروكيميائيه، انا ضد العقليه اللي تشجع على تصدير المواد الخام ثم يعني نروحوا باش نستوردوها وبأثمان وبأضعاف الأثمان لاستهلاك المحلي. احنا قادرين نسهموا في بناء الصناعه التكوينيه في المجال البتروكيميائي، في المجال الغذائي، الصناعات هذه الصناعات يجب أن نشجعها، أن نحفزها، لأنها يمكن أن تكون في محور سياستنا للتصدير، وما تبقاش نحصر يعني نحصر نفسي ولا نحصر يعني منظومة السوق الخارجية في بعض صادرات المواد الخام. اليوم نحن نعتزم بالاستثمار في غارف بلاد مثلا، اليوم يجب أن نؤسس للصناعة الثقيلة والصناعات التحويلية تتماشى مع منتوجنا من مكون الحديد مثلا. ما نصدرش المكون كمنتوج خام ثم نعاود نمبورطيه كديفلاكيت ولا اللي نستهلكها في السوق المحلي. واذا انتهجنا هذا النمط في سياستنا للسوق الخارجيه يمكن ان نضاعف من صادراتنا. هناك الكثير ايضا من القطاعات التي يجب ان تحظى بالاهتمام واللي هي تمثل سوق اساسي للتصدير. المهم هو انه نعرف بالمنتوج المنتوج الجزائري. ثانيا نحوس على اسواق بازلة على الاسواق التقليديه اللي نصدر فيها. ثالثا يكون نشجعوا المستثمرين نتاعنا باش ينتجوا منتوج يكون منتوج بصفة تنافسية، منتوج تنافسي في كل الميادين، نتجه للتصدير لأشقائنا الأفارقة اللي هو عبارة عن سوق اليوم يمثلنا الكثير من الإنتاجات باش نرفعوا من الصادرات بتاعنا. إذا هذه هي رؤيتنا في ما يخص الرفع من الصادرات، لكن هذا ما نقدروش نوصلوا ليه، هذا الرقم ما نقدروش نوصلوا ليه إلا إذا أسسنا لمنظومة اقتصادية قوية ناجعة ومتنوعة بأتم الكلمة. معكم دائما في فروم الرئاسيات والمترشح للرئاسات عن جبهة القوى الاشتراكية أو ننتقل إلى السياسة الاجتماعية للدولة. معكم من منظور رؤية للمترشح هذا هو ديك المترشح ويلقى
قاعد يدوروا في بين اول نوفمبر، هو وعد اول نوفمبر، هو وعد لو بحيث انه كان من بين الالتزامات الكبرى في بيان اول نوفمبر هو التاسيس لجمهوريه ديمقراطيه واجتماعيه. في برنامجنا احنا نحاول ان نعطي امتداد لهذا الوعد التاريخي ونؤسس للدوله الديمقراطيه ودوله الحقوق والقانون، وايضا للدوله الديمقراطيه التي هي ركيزة لعملنا السياسي ونضالنا اليومي. وهذا يعني عبر العديد من الاقتراحات الجريئة الشجاعة والثورية لتحسين ظروف معيشة المواطن البسيط وللنهوض بمنظومتنا الاجتماعية ككل. نقترح بأننا سوف نزيد من الأجر الوطني الأدنى إلى 40,000 دينار، كما سوف نؤسس لمدخول شامل خاصة لفائدة طبقات العشاء والمحرومين منهم ذوي الاحتياجات الخاصة، النساء الماكثات بالبيت والبطالين، يكون على حدود 50% من الأجر الوطني الأدنى، أي 20,000 دينار. كما نلتزم بإعادة النظر في سياسة الإعانات العائلية ورفعها إلى 3,000 دينار عن كل طفل، وإعادة العمل بسياسة التقاعد والعمل بحق التقاعد النسبي أو التقاعد المسبق. كما نلتزم ببناء منظومة حماية اجتماعية ترقى إلى مؤهلاتنا وترقى إلى خيارات التي يحوزها الوطن، وترقى في نفس الوقت إلى تطلعات وآمال الجزائريات والجزائريين. نلتزم بأنه سوف نحارب التضخم وسوف نعمل على الإنقاص من نسبه في الأشهر أو السنوات الأولى من انتخابنا على رأس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما نلتزم بانتهاج سياسة تسقيف الأسعار وتجميد الأسعار في بعض الأحيان إن اقتضت الأمور، وهذا لضمان يعني وفرتها وضمان قدرة شرائية تكون في متناول الجميع. احنا في سياستنا الاجتماعية وفعل منظومة التحولات الاجتماعية ونهيئها على أسس العدل والتوزيع العادل لثروات البلاد. إذن ليكيتي هي من بين أسس اللي حبينا نبنيو عليها المنظومة الاجتماعية نتاعنا. هناك خدمات أو حقوق أخرى داخلة في المنظومة الاجتماعية والتي أعطيناها كل الأهمية في برنامجنا الرئاسي رؤية للغد، والمتمثلة أساسا في قطاع التربية والتعليم، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الصحة الذين هم من أبرز القطاعات التي تساهم في التكفل الاجتماعي بالجزائريات والجزائريين. واصل التفصيل أكثر في هذا المحور عن السياسة الاجتماعية للدولة من منظور رؤية المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية أوشيش يوسف ياسين مقوس عن القناة الثانية. مس أوشيش أطاس لو عودي تبعيم كواهي منواني ومع العيش الجزائريا ولا عمل ويديكس نقدم نظام لاروترات مثلنا كنوير سوشو هاد وعد الجزائري ما إلا تصوروا ما ستفهم الحكومة السياسية. نقولين أن وعد بدينا نسبت يوم السيستام تبتسين أريد كشف لنا كلين سمح ويجا إذا
الجزائريين الجزائريين ما تيمرنا لي سالير ما تيمرنا لي زالوكاسيون ما نعاودو خدم الحق تاع روتريت اونتيسيبي ما لا ريفورم دو سيستيم دو روتريت دون فاصون دون فاصون دون فاصون دون فاصون جلوبال ولكن يرد التزامات بين الطرف دو واهي لنا تمغلين تمغلين يوسكا نسلم ان السواق سوا نشتاكين خاسي لا اطاس وسنقذ اطاس يغدينا ننسي نجبرم التمولم البروجي يعني ونفكاد يعني لي سورس دو فينونسمون نفكاد نسي نجمر نمول البروجي يعني ايكونوميك نشتكي توابناد افري دي زيتود خاطر نكوني اهي لكي نخدم هذا البرنامج هذا البرنامج الرئاسي رؤيا هو نتيجة أو نتاج عن عمل تشاركي شارك في صياغته العديد من الخبراء والأخصائيين في كثير من الميادين شارك في صياغته كوادر وإطارات الحزب وأيضا الجزائريات والجزائريين عبر المنصة الرقمية التي أطلقناها لهذا الغرض ولهذا الشأن لذا نشوف فيه كبرنامج تشاركي خذا بعين الاعتبار بأكثر التساؤلات المطروحة على المستوى على على المستوى على المستوى الوطني. إذن في نطمح لإعادة النظر بصفة جذرية في نظام في نظام التقاعد مع إعادة العمل بنظام التقاعد التقاعد النسبي ومن رفع منح وتعويضات التقاعد وأيضا هذا يكون لازم يتماشى مع يتماشى مع التضخم نسب التضخم الموجودة على المستوى على المستوى الوطني. إذا نحن نعد بأننا سوف نتكفل بصفة حقيقية بالجانب الاجتماعي للجزائريات والجزائريين سوف نتكفل خاصة بالطبقات الهشة بالطبقات الشعبية التي هي أساس الدولة الوطنية التي نصب لتأسيسها ونعزم ونهدف إلى إعادة الاعتبار للطبقة الوسطى التي هي بصدد الإضمحلال نهائيا في جزائر في جزائر اليوم. لذا احنا متجندين وملتزمين عبر أفكارنا عبر اقتراحاتنا وعبر برنامجنا الرئاسي رؤية باش نعاودوا نبنيو منظومة اجتماعية يكون أساسها العدل والمساواة يكون يكون أساسها التضامن خاصة تجاه الطبقات المحرومة والطبقات الهشة من الوطن وأيضا إعادة الاعتبار للطبقات الوسطى التي هي أساس السلم أساس تكريس السلم الاجتماعي عكس ما يروج له حاليا من سياسات لشراء سلم اجتماعي يعني هش ووقتي اللي ما يقدرش يكفل الحاجيات نتاع المواطن اللي ما يقدرش ايضا يكفل الامن والاستقرار المجتمعي بصفه متواصله وبصفه دائمه. تكلمت على القطاعات الثلاثه التي التزمنا باننا سوف نرفع من ميزانياتها الى الضعف اي قطاع التربيه الوطنيه قطاع التعليم العالي وقطاع الصحه كما سوف نعمل على تكريس سياسة للشغل جديدة مبنية على مبنية على لاروشيت يعني فاسن دون في الوقت يعني أقطاب الشغل يعني على أقطاب الشغل وتشجيع تشجيع الاستثمارات الحقيقية الخلاقة لمناصب لمناصب الشغل في هذا في هذا الإطار. احنا أنا كمترشح وحنا كحزب من المؤيدين ومن الداعمين للسياسة اجتماعية تكفل بكل أبناء وبنات هذا الوطن وأيضا تأسس أيضا منظومة اقتصادية ما تأسسش فقط لاسيستانا لأننا ضد سياسة
لاسيستانا يعني الاتكال، سياسة الاتكال على الريع أو سياسة الاتكال على مساعدات الدولة. واجب الدولة، واجب التضامن للدولة، سوف نعمل على تعميمه وكفله لكل الطبقات الهشة ولكل المحرومين، لكن من جهة أخرى سوف نعمل لتطوير منظومة اقتصادية أين سوف يدمج كل هؤلاء المحرومين وكل هؤلاء البطالين في منظومة اقتصادية حقيقية وفي دي بوست دومبلوا كثيرة، يعني ما يكونوش بصفة هشة. مريم منديل عن القناة الثالثة. سيد أوشيش، تحدثتم عن التضخم، يعتبر اليوم هاجس للجزائريين، مكافحته تقتضي وضع مجموعة من الآليات، كيف سيتم ذلك في رؤيتكم؟ الالتزام الأول هو النهوض بعجلة التنمية على المستوى الوطني. ثانيا تعزيز دور الضبط بالنسبة للدولة اللي يجب عليها أن تضبط السوق وتكون ضابط للاقتصاد الوطني، مع احترامنا لمبادئ تفتح السوق أو مبادئ اقتصاد السوق بصفة عامة، لكن على الدولة أن تلعب على هذا الدور على أحسن وجه. أيضا من بين الإجراءات اللي يمكن أن تحد من التضخم هي تشجيع المنتوج الوطني، ويعني السهر على يكون وفرته في كل، خاصة فيما يخص المواد الواسعة الاستهلاك. وبهذه الطبيعة وبهذه الإجراءات اللي كانت في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، يمكن أن نحسن من القدرة الشرائية، ويمكن أن نحد من التضخم اللي راه اليوم يتجاوز الستة بالمئة، يعني نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع نسبة نمونا الاقتصادي. لذا لازم يتماشى نسبة النمو الاقتصادي تتماشى مع نسبة التضخم، وهذا ما يقدرش يكون إلا إذا أسسنا الاقتصاد قوي، اقتصاد خلاق للثروة، واقتصاد بديل ومتناغم. سارة بركات عن جلفة، سيد أوشيش، تلتزمون بإعادة تنشيط سياسة التشغيل، ما هي مرتكزات هذه السياسة؟ سبقت لي وذكرت لي باسان دومبلوا اللي لازم نرتكزوا عليهم في سياسة الشغل. ما نقدروش نتكلموا على سياسة للشغل بدون أن نتكلم على الاستثمار، سواء الخاص أو العمومي في مختلف الميادين. لذا احنا التزامنا هو أن نؤسس لمنظومة اقتصادية ونشجع الاستثمار الخلاق للثروة والخلاق لمناصب الشغل، نفتح يعني نعطي فرصة للمبادرة خاصة على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني، ونكون حسب متطلبات السوق. ما يكفيش أنني اليوم نكون 400,000 طالب سنويا واللي يخرجوا بطالين بعد ذلك، يجب أن نكون حسب متطلبات السوق. لذا قلت باللي في برنامجنا كل شيء متكامل، ما نقدروش نلحقوا الهدف بدون ما نأسسوا للنجاح في الأهداف الأخرى. سياسة يعني أحواض العمل أو لباس دومبلوا مرتكزة على مؤهلات وخصوصيات كل منطقة التي تدمج السياسة التكوينية وتدمج الطلب على السوق المستوى المحلي والعرض الموجود على السوق المحلي، وأيضا الحد محاولة
التوازن بين محاولة التوازن إيجاد توازن بين المناطق خاصة. لذا طرحنا هذه الفكرة المتمثلة في إنشاء أقطاب اقتصادية لإيجاد توازن من في فرص العمل أو في سياسة الشغل. هناك الكثير من المشاريع التي تنتظر التجسيد. إلى خليناها بعين الاعتبار هذه المشاريع في ظرف 5 سنوات يمكن أن تخلق أكثر من 500,000 منصب شغل، وهذا ليس فقط التزام لكن حقيقة إلى جسدنا التزامنا في مجال الاستثمار وفي المجال الاقتصادي وفي المجال الزراعي والفلاحي. يمكن أن نخلق عشرات الآلاف إن لم تكن مئات الآلاف من مناصب الشغل، كما سوف نعمل على تشجيع وتحفيز الاستثمار الذاتي والطاقات الابتكارية خاصة لدى الشباب الجزائري. بلال بوسام عن قناة الإذاعة الجزائر الجديدة. سيد أشيد، حدثوا عن خريطة جديدة لنهوض قطاع السكن، في رأيكم ما هو أو ما هي الصيغة الأنسب لتلبية احتياجات المواطنين الجزائريين فيما يخص السكنات؟ أنا أظن بأنه حان الوقت لكي نعيد النظر كليا في سياستنا العمرانية وفي سياساتنا فيما يخص السكن بصفة خاصة. نحن نلتزم بأنه بعد تشخيص دقيق لهذه الأزمة أننا لازم نلقاو حلول دائمة لأزمة السكن، اللي رغم التصريحات ورغم كل ما أنجز إلا أنه ما زال نعيش أزمة السكن. وأحسن دليل وأحسن مثال على هذا، على أنه ما زال هناك أزمة سكن في الجزائر، هو أنه فتحنا موقع عدل ل 15 إلى 21 يوم اضطرينا باش نغلقوه، يعني القائمين على القطاع اضطروا باش يغلقوا هذا الموقع للطلب المتزايد على هذه الصيغة. نفس الشيء بالنسبة للصيغ الأخرى. أولا احنا نلتزم بأننا سوف نؤسس لبناء 4 مدن ذكية على مستوى الوطن، شرقا غربا جنوبا وشمالا. كي نقول نأسس ما نقولش نبنيو، نقول نبداو مشروع بناء 4 مدن ذكية متصلة متناسقة متناغمة مع التطور الحاصل وصديقة للبيئة. بعض الخبراء يعني عابوا علينا هذا الالتزام وقالوا لنا بالالتزام الفريق وما نقدروش نوصلوا له في 5 سنوات. احنا قلنا نأسس عندنا الامكانيات عندنا استراتيجية عندنا حي الريم ريحانة. مش ببنائها فقط الدولة لكن كل فيه داري روز نعديه ولا على الطريق. السلام عليكم. هذا القطاع نلتزم بإعادة النظر في الطابع العمراني بطريقة جذرية اللي ما يتماشاش لا مع العادات بتاعنا لا مع التقاليد بتاعنا لا مع الخصوصيات الجغرافية ولا ديموغرافية للوطن. باطيمة كبار، تروح للصحراء تلقى باطيمة، تروح للجبال تلقى باطيمة، وباطيمات ما فيهمش ميم با المرافق لي ستركتور داكومبانيمون، المرافق الترفيه ولا المرافق اللازمة. ولينا نبنيو دي دورتوار، الناس تروح ترقد في الليل والصبح تخرج تروح تخدم. من خلال برنامجنا نلتزم للتأسيس بنموذج عمراني يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، ويأخذ بعين الاعتبار أيضا آمال والطموحات تاع الجزائريات والجزائريين باش يعيشوا في طمأنينة ويعيشوا في
في رقي وفي ازدهار. في هذا المجال نحن نلتزم بأن نعيد تسيير السكنات الاجتماعية إلى صلاحيات البلدية أو المجالس الشعبية البلدية التي يمكن أن تعاود النظر فيها. اليوم مديت اللوجمون الواحد سيليباتير اللوجمون سوسيال، غدوة تزوج عنده وليد، ما نقدرش نخليه في الدونج أنف أن، نقدر نمدلو أنف دو، غدوة تزوج وكان عنده ثلاثة ولا أربع دراري، نقدر نمدلو أنف تر وأنف كات، هذا لازم يتسيروا البلدية، ما يقدرش يكون من خصوصيات يعني الإدارة الإدارة يعني المعينة اللي ما عندهاش دراية بالبزوة ولا بمتطلبات الساكنة. ورايحين نشجعوا أيضا القروض بفوائد يعني منخفضة لبناء السكنات، وسوف نلتزم برفع القيمة المالية لبناء السكن الريفي إلى 2 مليون دينار، وهذا عبر خاصة عبر صندوق تنمية المناطق الريفية الذي نريد، الذي نلتزم بأن نؤسسه، وسوف يساهم في هذا المجال. إذن هناك الكثير من الإجراءات والكثير من الاقتراحات اللي يمكن أن تنهض بطابعنا العمراني وتعاود تبني مدننا وتبني أحيائنا على أسس صحيحة، من تحوش في الفوضى إلى أبد الآبدين. نحن نلتزم بأننا سوف نخلق شرطة للعمران، شرطة للعمران اللي تكون عندها صلاحيات كبيرة اللي ما تخليش الناس يستوليوا على ليزاسيات فونسيير كيما يحبوا، اللي ما تخليش اللي جاي يبني كيما يحب ويدير كيما يحب. هنا في حقنا ايضا انه تكون عندنا مناظر كيما البلدان الاخرين، وفي حقنا ايضا احنا كجزائريين يكون عندنا طابع عمراني الى فير لا فيزيون شوفوها. لذا تاسيس هذه الشرطه العمرانيه احنا التزام بالنسبه لنا، ونمدوا لها الادوات الضروريه والصلاحيات اللازمه باش تكون بدورها وتؤدي دورها لكي تنظم القطاع العمراني على المستوى الوطني. المترشح اروح لي وين باب الصغير سبتمبر المترشح القاعده الاشتراكيه يوسف اوشيش. نستعرض الان ملفات حيويه حساسه انتم ذكرتموها يعني في تسمياتها، وهي التربيه التعليم والصحه. يعني تقترحون في رؤيه يعني زيادة في الميزانيات، يعني أيضا تقترحون أيضا وتقولون أن رؤية تحمل حلول لإخراج المدرسة الجزائرية من الصراعات الأيديولوجية. هو إخراجها من الصراعات الأيديولوجية والصراعات السياسوية الضيقة لتكون قطب للعلم والتعلم وقطب للمعرفة، وهذا بالتكفل الفعلي سواء لأبنائنا التلاميذ وأيضا لكل مؤثري المنظومة التربوية من معلمين ومن مشرفين ومن عمال هذا القطاع. نلتزم بأننا سوف نضاعف ميزانية قطاع التربية لأنه إيماننا هو إيمان راسخ بأن الدول ترقى بالعلم، لأن الدول تبنى بالعلم والمعرفة، والعلم والمعرفة يجب أن يكون خارج كل الصراعات وخارج كل الالتفافات وخارج كل الاستعمالات الغير لازمة والمنافية للأخلاق وللأهداف التي سطرنا إليها. نحن نلتزم بمراجعة نظام التمدرس، خاصة في المراحل الابتدائية.
الغذائية، وهذا بإدراج مواد تاع لاكيزيسيون كولتوريل ولاكيزيسيون تاع لينوفاسيون، الناس اللي مواد تعليمية لكن يعني المواد الترفيهية، مواد تاع الرياضة و لينيسياسيون على كولتور سيتويان، يعني باش نربيوهم على الثقافة المواطنة المواطنية. إذا نلتزم بإصلاح جذري لمنظومة التدرس البوليسي خاصة في الأدوار الأولى، وهذا راح يكون بإشراك كل الفاعلين سواء نقابات، جمعيات أولياء التلاميذ وأخصائيين وخبراء. وإن كان عندنا الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها في الميدان، كما نلتزم سوف نخلق هيئة تكون لها كلها صلاحيات باش تتابع سواء النماذج الدراسية أو أيضا المنظومة التربوية بمجملها إن شاء الله. مع يوسف فوز على القناة. بس أو شيش لما زيارة توت لايف بعد أو في فرنسيف ممكن أتدوى هاي السابة وين وين لشون يتعب المنزل بدوسنا للإنسانس لما زيارة توت لايف بعد أو في فرنسيف أمن بزاف أم تعرف لما زيارة الدين الإسلام ناصر صابالة باسة تعرف لا personnalité تزايريه ديفوندمون الشخصيه تزايريه الى قد نحافظ على السن الى قد اكن السيموار الى قد نحافظ على السن ونسحب يبر في السن يعني التمازيغ في نبني للناد السيموار باش نسفد الاكاديميين التمازيغ تراجلين راجلين داخلي يعني دي مستنون دي ديال تمام انس نجمو تمثليت تمازيغ في واتن السكشم في السيستم دي تكاسيون ناسيونال في ماتير اوبليغاتوار في ماتير اوبليغاتوار هذاك عندي هذاك عندي ونورمالمون في زوج ساهلين هذا الولايات نجمور لكن نحنين من الطفل لا جميع باش نسنجمو ميم توكلايت تعرض اكس عن ازالي ناس لي ماسوسي ديالنا ونسنجمو هاد توكلايت من الشعب للدرجات ما عملت شكون اللي قال لك كاين اللي يهضر الشعب الجزائري باش نفهموا بيرسوناليتي الجيريان غير بيرسوناليتي الجيريان يعني نسعون الساسينس المقومة تاكي شعب هذه هي هذا هو الميتي كلها برنامج هذا هو الميتي المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية يوسف أو شيش ماذا يوصي للشباب لازم بس حيكون خيط صحيح ناس اليوم تمثل القوى الاقتصادية صاعدة للجزائر بفضل شبابها وفي برنامجكم تهني هذاك عندي هذاك الاخر عندي والاخرى نورمالمون عندي وفي البورطابل الاول تاع الشيشه وكاين سي بون والاخرى عندي كل سهله شباب تهني الاستثمار في هذه المجالات خاصة في القطاعات الاقتصادية وينك انت ناصر؟ عقدة تروح المستقبلية والتي لديها ما تقدرش تعدي لي تعدي لي بالطوموبيل نخرج لك حتى الباركينج يا ناصر وكنت تدي عليا البسكيلات هذيك يا ناصر على مستوى نعطيها لك تحطها في الامال برك مدها له مسكين قاعد يطلب فيها كي تجي يا ناصر عيط لي نخرج لك الباركينج المؤسسات الناشئة ولا ما عيطيلوش بشيش يا ناصر المتوسطة ويجب أن أو ما كانوش الغايب عيط له بقدر يحكي مسامعة هذه المؤسسات وما نديروش روح عيط له بارك اللي داروها يروح عيط بارك راه عيط له أو شوية مريض روح عيط له لا جميع ناصر روح عيط له بارك خلى أكثر من 300,000 ضحية أكثر من 300,000 ضحية اللي راهو بيصارعوا الكثير من العوامل وليبريسيون لانه مشاريعهم ما تشهدش il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions ou des déclarations de bonnes intentions.
تاسسوا شفتي كاينه دوره خويا الدوره هذه لا الدوره الاخرى اقف دور معاها هذه المنظومه لكن لازم تكون متابعه لازم تكون تحفيزات ولازم تكون تسهيلات خاصه فيما يخص فيما يخص سوق تسويق هؤلاء الشباب سواء من قطاع السلع او من قطاع هذا عشان نكون نشجع المؤسسات الناشئه المؤسسات الناشئه فيها وفيها اخرى انني نقاردي الدوره هذه اقوش كلهم يفرضوا ما فيك لازم تكون هناك تحفيزات ضريبيه لا نلتزم باننا سوف نزيد مع الترانسفور تاع تحفيزات جبائيه مع الترانسفور تسهيل الحصول على القروض وبفوائد بنسب قصيره بصفه اننا ما نضروش الاقتصاد تاعنا وما نضروش اي الناس اللي حابه تنخرط في هذا المجال. ونصل الى محور السياسه الخارجيه في برنامجكم سيد يوسف اوشيش رؤيه يعني التركيز على اعتماد دبلوماسيه هجوميه ادوار جديده ونقاط تاثير سوف نضع الجزائر عايش بخير بسان على مجال الاوديه ان شاء الله سنو زاد الرياح تتقوى خاصة عندنا في قبرة عادية تنزل تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات بحرارة 90 كنت تعمل بي 100 مستويات الرطوبة عالية برشا هبات عليش أكثر من المعطل أنا نجم يكون عضو للساعتين أو الساعتين لكن سوف نعمل على إنشاء صندوق للتضامن موجه للتكفل بجاليتنا الوطنية في الخارج التي تعاني سواء من الأزمات خاصة في وضعية يعني دون دي وين نعيشوا دي سوا دي كريز ماجور ولا بور لو راباتريمون دي ديفو يعني باش نقصوا من الضغط والمعاناة تاع الجالية تاعنا ونربطوهم في وطنهم. لذا أظن بأنه هذا العقد الجديد مع الجالية يمكن أن يفتح آفاق جديدة لكي تساهم هذه الجالية في بناء الوطن كما ساهمت في الماضي
للتأسيس للحركة التحررية من نجم شمال إفريقيا لحزب الشعب إلى غير ذلك من تضحيات ونضالات من المقدمة من طرف جاليتنا. اليوم جاليتنا المتواجدة في المهجر عندها من الإمكانيات المادية ومن الرصيد المعرفي والعلمي ما يمكنها أن تلعب الأدوار الأولى في النهوض باقتصادنا وبتنمية الوطن إن شاء الله. ونختم فوروم الرئاسيات مع مرشح جبهة القوى الاشتراكية السيد أوشيش يوسف. نختم بأن تستمع مباشرة إلى صوت المواطن وما ينتظره منكم حال فوزكم وأصبحتم رئيسا للجمهورية. صوت المواطن بالقرعة. فقط تعقيب صغير، كل ما قمنا به خلال هذا 14 يوم من الحملة الانتخابية هو استماعنا للمواطن، وكل حملتنا كانت متمركزة على التواصل المباشر عبر الخرجات الميدانية في الأحياء الشعبية في الأسواق في الساحات العمومية مع الجزائريات والجزائريين. نعم، ولكن هذه المرة في فوروم الرئاسيات. مرحبا. والقرعة وأحد المرافقين لك هو من سيصحب هذه القرعة. فضل. هذا الشاب سيعمل صوت المواطن. 38 سيدي بلعباس. إذن صوت مواطن من سيدي بلعباس رقم 38. السلام عليكم مواطن بلدية مرحوم توابي يوسف. نطلب من هذا الرئيس إن شاء الله اللي غادي يجي فيها إن شاء الله اللي غادي ربي يوفقه ويجي فيها في 7 سبتمبر إن شاء الله يشوف في منحة البطالة يزيد كاين اللي في عمره 40 سنة وماش متحصل على منحة البطالة وعندها أولاد، كاين اللي عندها ربع بزاوز خمسة بزاوز يشوف يزيد يوسع حتى 50 سنة 55 سنة، كاين اللي عنده أطفال وماش لاقي ما لا خدمة لا والو. وبالنسبة للسؤال يبقى مطروح للمصانع، توفير المصانع سورتو في المناطق النائيه هادو، كاين راه عندنا نسبه البطاله بزاف، الشباب راه لا خدمه لا والو. ديجا راه عندنا هنايا وزين وراه مبلع وزين تاع الماء، وعندنا يزيد يوفرنا وزنوات منا ومشاريع تزيد في المناطق النائيه. بالنسبه لبلديه مرحوم حلام، بلديه حلام، بلديه سيدي شعيب، احنا مناطق نائيه وبعيده عن الولايه، وان شاء الله هذا الرئيس الجديد ان شاء الله اللي يجي يدخل بالخير على البلاد والعباد ان شاء الله. والسلام عليكم. ان شاء الله. تحيه من اعماق القلب لكل سكان ولايه سيدي بلعباس ولكل خوتنا واخوتنا في الغرب الجزائري. بطبيعه الحال نحن نلتزم بالتكفل بفئه البطالين بخلق مدخول شامل لكل الطبقات المحرومة واللي راح يكون 20,000 دينار. اليوم للأسف حسب الإحصائيات المقدمة هناك أكثر من 4 ملايين طلب للاستفادة من منحة البطالة، إلا أنها تعطى فقط لزوج ملايين، أي من نصف الشباب أو من نصف الناس اللي طلبوا هذه المنحة. احنا نلتزم بأننا نخلق هذا الدخل الشامل وين تدخل فيه يعني فئة البطالين، مع وعدنا بأننا سوف نعمل بكل ما أوتينا فيه من قوة لدمج هؤلاء الفئة في مناصب عمل مستدامة ودائمة باش يطلقوا نهائيا الهشاشة ولا بريكاريتي اللي ما تخدمش لا الوطن لا الأشخاص. نسحب الآن صوت آخر للمواطنين بالقرعة. صوت ما ينتظره المواطن منك السيد يوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر. رقم 112 إليزي. إليزي رقم 112. السلام عليكم. هادي ملاخ من ولاية إليزي. سيد الرئيس وقتاش يشوفوا بالزواجية التاريخ الوطني رقم 3 ورقلة
إليسي جانب الطريق مميتة جدا. علاش حنا ما نشوفوش طريق كيما الشرق غرب كيفاش راهي مخدمو فيها؟ حنا من حقنا نطالبو هذا الشيء، الطريق هذه لازم نطالبوها سيد الرئيس، هذا من حقنا، حق واجب علينا، لازم ديروا لنا طريق كيما درتوها في الشمال الشرق غرب، وهذا لازم الطريق. احنا هذا هو الحل تاعنا، لازم لنا طريق، الطريق تخدم، الناس راهي تموت، كوارث 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 في في الطريق الوطني رقم 3 ورقلة إليزي جانب. شكرا، تحياتنا لكل ناس إليزي، وأخص بالذكر إخوتنا في المديرية المحلية للحملة الانتخابية، خاصة الأخ خير الله اللي هو على رأس المديرية الولائية لحملة الانتخابية لشخصي ولحزب جبهة الإخوة الاشتراكية. يعني هذا التزام بالنسبة لمترشح الأفافاس للقضاء على التفاوت التنموي بين مختلف مناطق الوطن. ما ذكرناش يعني بلاك بالتفصيل طرق على حساب أخرى أو اقتراحات على حساب أخرى، لكن نحن نحمل نظرة شاملة ونظرة يعني لتشمل كل انشغالات، خاصة إخوتنا وخاوتنا في الجنوب. التزامي الأول هو أني سوف أعمل على محاربة التفاوت التنموي بين كل مناطق الوطن للقضاء على الفجوة الموجودة بين المناطق، وإعادة توزيع الثروات الوطنية بالعدل على كل مناطق الوطن. ثانياً بالنسبة لقطاع النقل وقطاع الانفراستركتور دو باز، سنلتزم بأننا سوف نقوي من يعني لوريزو روتي، لوريزو تاع السكك الحديدية، وربط كل ولايات الوطن بهذه الطرق. احنا نلتزم بأننا نعود نهيئ طريق الوحدة الإفريقية بصفة أنه تتفرع منه طرق فرعية تربط كل ولايات الجنوب الجزائري بطريق الوحدة الإفريقية، باش نمكنوا إخواننا وأخواتنا يتنقلوا بسهولة، وكي ننقلوا أيضا السلع والخدمات بصفة سهلة، كما نلتزم بأن نرفع من ترسانة نقلنا الجوي، خاصة الخطوط الجوية الجزائرية والمودرنيزاسيون تاع هذه الشركة لكي تلبي كل طلبات الجزائريات والجزائريين في مختلف مناطق الوطن. احنا نلتزم ونتعهد بأننا سوف نكرس التوازن الجهوي والعدالة في تقسيم الثروات على كل مناطق الوطن بما فيهم إليزي، جاند، تامن راست، وعين صالح، عين قزام، وكل إخوتنا في الجنوب الجزائري والجنوب الكبير اللي يفرض علينا اليوم الواقع بأننا نقوم بهم بصفة خاصة، ولأنه كل ما يدور حولنا من تحديات، كل ما يدور حولنا من مخاطر يعني، وكل ما نريد أن نرفعه كتحديات من صفة جماعية، نريد أن يتشارك معنا إخوتنا وخوتنا في هذه الولايات الجنوبية. صوت آخر ستفرزه القرعة التي يسحبها أحد أعضاء الحملة من رقم 83 عين صالح. 83 عين صالح. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معكم طالبة دابا مبروكة من ولاية عين صالح. جيت نطلب من الرئيس اللي راح يكون قادم إن شاء الله
انه وفى لنا تخصصات في المعهد اللي عندنا، يعني يكونوا يلائموا المنطقه تاعنا. ونزيد نطلب منه كصفتي ممثله مسرحيه انه وفى لنا قاعه مسرح فيها خشبه الاضواء، يعني توفر فيها كل المستلزمات تاعها ان شاء الله، وكل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا. يعني عندنا زهر، كل الأسئلة جات من جنوبنا الكبير اللي ما سعفناش الحظ لنقص الإمكانيات، يعني باش نزوروا كل ولايات الجنوب أنا شخصيا، لكن كاين الرفقاء اللي راحوا وما يشرحوا لإخوتنا في الجنوب الكبير محاور برنامجنا الرئاسي. كي نتكلم على إن صالح، على إن قزام، على تام راست، على إليزي، على بشار، على كل ولايات الجنوب الكبير، أول ما يتبادر لذهني هو أمننا القومي، لأنه هذه الولايات وهذه الناس بالتزامهم بتشبثهم بالوطن يساهمون بطريقة أو بأخرى بتقوية دفاعاتنا المناعية ولصد كل من تسول له نفسه أن يضرب استقرار الوطني أو الترابية. يجب أن نتكفل بمطالب كل هذه الولايات المهمشة، كل هذه الولايات الحدودية التي تفرض علينا أن ندرجها ضمن الأولويات وضمن الالتزامات الأولى للنهوض باقتصاداتها المحلية، ولتمكينها من نفس فرص العيش في كرامة مثلهم مثل كل الجزائريات والجزائريين. بطبيعة الحال المسرح والسينما وكل القطاعات الترفيهية هي حق من حقوق الجزائريين، تعد من الحقوق الاجتماعية والثقافية التي نلتزم بترقيتها ونلتزم بتعميمها على المستوى الوطني لبناء منظومة ثقافية ناجعة وللوصول لإشعاع ثقافي وعلمي يخدم الأمة، يخدم رقيها، يخدم وحدتها، ويخدم تناغمها إن شاء الله. السيد أوشيش يوسف، مرشح جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات التي عرفتم بها ببرنامجكم رؤية. شكرا لزملائي الذين رافقوني في إثراء النقاش في فورم الرئاسيات. نترك لكم عادة الكلمة الأخيرة. شكرا لكم، الشكر موصول لكل الطاقم الصحفي والتقني للإذاعة الوطنية الجزائرية التي ترافق وبكل مهنية واحترافية هذا الاستحقاق الهام والمفصلي في حياة الجزائر. أمنيتنا أن يكون هذا الانفتاح للطبقة السياسية، وتعهدنا إن وصلنا لسدة الحكم أنه سوف يكون هذا الانفتاح دائم ومتواصل لإيصال ولخدمة الشعب الجزائري وإيصال انشغالاته وهمومه. أملنا كبير في الجزائريات والجزائريين بكل أطيافه، نساء، رجال، طلبة، بطالين، عمال، نساء ماكثات بالبيت، أن يتجندوا ويمنحوا لنا الفرصة لنؤسس للتغيير بانتخابهم على برنامج رؤية يوم 7 سبتمبر، وبالتجند وبقوة لصناعة مستقبلهم، لأنه الاستقالة ما يمكنش تصنع التغيير وما يمكنش تغير الأمور وما يمكنش تحسن الأمور. رسالتي موجهة للطبقة المثقفة للالتزام ولكي تكون في الطليعة، خاصة فيما يخص حمل هموم الجزائريات والجزائريين ومرافقتهم لإيجاد الحلول لها. رسالتي للأغلبية الصامتة، لأن مفتاح التغيير هو اليوم بيدها،
لنتجند جميعا في المهجر وفي الوطن الحبيب الجزائر، لنعطي فرصة لصناعة رؤية الغد، رؤية للأمل، رؤية لإعادة بعث الثقة بين الجزائريين ومؤسساتهم، رؤية لبناء مؤسسات شرعية تستمد قوتها من السيادة الشعبية ومن مبدأ القانون فوق الجميع. وشكرا لكم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. شكرا. وفي ختام فروم الرئاسيات تقبلوا تحيات باريزة بغزاد إلى اللقاء. شكرا لكم. الانتخابات الرئاسية المسبقة السبت 7 سبتمبر 2024. حرية الاختيار بيدك، ساهم في تثبيت المسار الديمقراطي. نظرة يعني إيجابية، تطورات بالإنجازات، وتكون إن شاء الله بالأمان والأمال تتحقق إن شاء الله، وهذا ما نتمناه إن شاء الله. الانتخابات الرئاسية المسبقة السبت 7 سبتمبر 2024. حرية الاختيار بيدك، ساهم في تثبيت المسار الديمقراطي. فروم الرئاسيات للمذاعة الجزائرية، استعراض لأبرز محاور البرامج الانتخابية للمترشحين 3 للرئاسيات المسبقة للسابع سبتمبر 2024. فروم رئاسيات يبث أيام الفاتح 2 و 3 سبتمبر 2024، ويشارك في مناقشة برامج المترشحين 3 مجموعة من صحفيي القنوات الإذاعية الأولى، الثانية، الثالثة، إذاعة الجزائر الدولية وإذاعة جيلافان. فروم الرئاسيات نقل لصوت المواطن وطرح لانشغالات الجالية الجزائرية في الخارج. فروم الرئاسيات للإذاعة الجزائرية بدءا من هذا الأحد عند 4 زوالا، ويأتيكم عبر القنوات الوطنية والموضوعاتية، المحطات الجهوية والمنصات الرقمية للإذاعة الجزائرية. أمس الخير بونا، أمس الخير بونا، من إذاعة عنبة. تعلن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات عن فتح الترشح لنيل الجائزة الكبرى للأكاديمية الموسومة جائزة الباحث الشاب. تهدف هذه الجائزة إلى تسليط الضوء على الباحثين الشباب الموهوبين الذين يساهمون بشكل كبير في التقدم العلمي والتكنولوجي في بلادنا. لمزيد من المعلومات حول الشروط تصفحوا رابط المنصة الإلكترونية AASTE.DZ. يرجى من المترشحين تقديم طلباتهم قبل 10 سبتمبر 2024. تعلن النتائج في حفل توزيع الجائزة الكبرى إلى الجمعية العامة الرسمية للأكاديمية، والذي سيقام بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال CEC الجزائر العاصمة يوم الثلاثاء
29 أكتوبر 2024. نخدم اخويا اروع.
صور كبرت قدم الكرسي قدم الكرسي من صور قدم الكرسي قدم الكرسي قدم الكرسي وين نروح ان شاء الله نروح صاروا جوا ثم بكيت بس اجي قريب الطوموبيلات سيدي عمار تعمل ان شاء الله سيدي عمار عيطت كان نبيل هضر معاه كان عيط فلي تمليعت المحبان كديطال سبغ نجال تعلي مالو مالو راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يا رو ما بيا غير خايف مشتاق يا مالو عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي حبك يا زاو العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين خلي والماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا نخلي والماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدن هيات دعون الله العالي عليك نطرح سؤالي شوقي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطه ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي نحبك يا جاه العين راني صادق في قوالي بيك الغيره يا زين حبيتك بالصفا والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفا والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتني شحال منك يا جذبك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يبحانو ميدي فلان صورتك راسخة في بالي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غرما ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاهو العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين
قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك. قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك. انت اللي في حياتي تمنيت تكوني لي الشريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي لو بيت الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي أجيت مرتين راني صدق فيك والي نحبك يا زاول العين راني صدق فيك والي بيك الغيرة يا زين. أبدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد. أبدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد. نتبلي منامي بقد الغالي مشموم الخودات على سنة سيد الأرسالي زال عائلات قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي أجي نفهمو الاثنين راني صدق فيك والي نحبك يا زاول العين راني صدق فيك والي بيد الغيرة يا زين. مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم وللعظمات. مادام العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم وللعظمات. سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات يوفي لي قصدي وينعم على عباد الخيرات. قول الموالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهم الاثنين راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيره يا زين. قمت روح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. السؤال بقمت روح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. نرسل أهلي ديروا الفتوح بحضور الأحباب طب فرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين.
موعود ليك بالسعادة والخير. اللي بغى قلبك يحضر إليك انتي ناوية ترميني في بيك، وعلاش في الغدر ماشي حقا ليك، وعلاش ناوية ترميني في بيك، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر ماشي حق عليك، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر وعلاش، علاش بالغدر ماشي حق عليك، علاش بالغدر ماشي حق عليك. بنيت ليك حيوتك بالساس، حيوتك بالساس، وزوقت كيف راد الخاطر بالوان بالوان بالوان، الخاطر بالوان، حتى المياه جرات بالخصاص، جرات بالخصاص، وعملت طيري غني بالحان بالحان بالحان، يغني بالحان. أكثر وأكثر إن شاء الله برك. إن شاء الله 7 سبتمبر إن شاء الله يا رب يكون فيه مستقبل وفيه حويج ياسر يطلعوا البلاد هذه، ما نطلعوا إحنا معاها كديجان إن شاء الله يا ربي. 2025 تكون خير وخير أكثر لينا إحنا، ويتفتحوا أمل جديدة إن شاء الله. ماذا بينا يكون كل واحد يتصوتوا، باسكو إحنا في وقت لازم تبين نفسك وتكون يكون عندك صوت في البلاد هذه، ويكون عندك رأي باه تقدر تهدر وتقدر تمد رأيك وتمد اقتراحاتك في نهار وآخر. بإذن الله إن شاء الله يكون اقتراحات في صالح البلاد وصالح الإيجان أكثر، باسكو رايحين لمستقبلهم، رايحين سكنة، رايحين عمل، رايحين حويج ياسر، ماذا بينا يبانوا في الرئيس المنتخب من طرف الشعب، ماذا تنتظر منه كشاب؟ بإذن الله ننتظر منه كل خير، إن شاء الله يا ربي يحسن البلاد هذه أكثر وأكثر وأكثر، وكنا يلتفت للشباب أكثر، سيكون فئة لقرارات والفئة اللي مدى باها تطلع باسكو القرارات به تلقى، ويكون عندها عمل ويكون عندها مستقبل أكثر إن شاء الله. معنا الشاب آخر، مرحبا بك، نتعرف بك. أشرف مرحبا بك. أشرف شحال في عمرك؟ 24. الله يبارك، يعني تخصصك نفس الجيال. يبارك، وبنفس التخصص؟ لا، أنا بيولوجي، عندي ماستر. خريج الجامعة. جامعة مجد المختار. اليوم الجامعة تفتخر بكم، البلاد تفتخر بكم أكيد، وأنتوا كشباب يعني وش تنتظروا من القادم؟ والله بنصير هنكونوا ننتظروا حاجة أفضل، يعني حاجة أفضل من الظل. هذا بينا كما قال لك دي بوست لينا، التخصص تاعنا، في الدومين تاعنا. ماذا بينا احنا تسمى الناس كنت تفوت تسعود دعها. إن شاء الله اللي فيها خير هذيك هي الرئيس اللي إن شاء الله هو اللي يطلع. كشاب يعني وش تستنى من الرئيس الجديد؟ كيما قلت لك تحسين من المعيشة من غير الوضع. الشباب كيما نقولوا كيما قلت لي لي بوست يفتح لنا البيبان كيما نقولوا. إن شاء الله يا رب. يعطيك الصحة، شكرا، مرحبا بك.
اسمك كريم، شحال في عمرك؟ سامع 28 سنة. الله يبارك العمر كله، وان شاء الله قدامك المستقبل وكل افاق وكل بيبان ان شاء الله. يا اليوم انت كشاب فتشوف طموحاتك يعني او امالك واحلامك يعني. يعني ماذا بيا يعني هذه جامع كيفي؟ هذه جامع يعني كل ترينا ترينا يعني شوفوا لنا جديدة. كلا سبيسياليتي؟ حقوق، أي حاجة يعني حقوق يختلف عن عنده كما نقولوا لك شوارع. القطاع العدالة. يعني أنت كشاب كيف تشوف مستقبل الجزائر بعد الانتخاب؟ والله أنا ماذا بيا يعني ناس كل تمد راية ما نخليوهاش كما نقولوا تراوي. مهم المشاركة بغض النظر عن التوجه بغض النظر عن الانتماء. أعطيك صح، لازم المشاركة. اليوم نتحدث على أنتم كشباب اهتماماتكم يعني.